ومن مصر إلى الكويت، والشاعر طلق نزارت. هو طبعا للتنويه بس، شاعر الكبير والأمير الكبير الشاعر طلق نزارت، شاعر كويتي ومصنف من أفضل شعراء الوطن العربي في 2020، كان معنا في مسابقة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي وحاصل على المركز الثالث هناك. ويعني أتمنى أنكم تستمتعوا بالشعر بتاعه وبالأداء الصوتي بتاعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. في البداية يشرفني الوقوف أمام هذه الوجوه النيرة، وأتمنى أن أقدم ما يحوز على رضاكم، وأوجه تحية إلى السيد معالي الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الراعي الرسمي لهذا المنتدى، وأشكر القائمين على هذا المنتدى وأشكر جهودهم، وأقدم لكم قصيدة المشاركة. جئنا من أرض الكويت بلادنا الحرة، جئنا لكم والوفا والشوق يدفعنا، ما همنا الوقت في برده وفي حره، ونطوع الصعب لو الصعب يمنعنا. ما همنا الوقت في برده وفي حره، ونطوع الصعب لو الصعب يمنعنا، في منتدى الفكر والأفكار مجترة، نكتب قصيدة وطن ونوضح المعنى. جينا لكم، جينا من أرض الكويت بلادنا الحرة، جينا لكم والوفا والشوق يدفعنا، ما همنا الوقت في برده وفي حره، ونطوع الصعب لو الصعب يمنعنا. الحظ من يصنع الفرصة كذا مرة، سبحانه اللي بطيب الحظ متعنا. في منتدى الفكر والأفكار مجتارة، نكتب قصيدة وطن ونوضح المعنى. جينا نشارك بها والعين محمارة، من كثر الأشواق اللي يا مدامعنا. نسمع بصوت العرب والصوت له جارة، والناس وصواتها تزعج مسامعنا. والعشق للقاهرة والقاهرة درة، محبة القاهرة فيها تطبعنا. يحكم علينا الزمن ونخاف من شره، ولو كان ضاعت مصر من بعدها ضعنا. يحكم علينا الزمن ونخاف من شره، ولو كان ضاعت مصر من بعدها ضعنا. نعيش مع مصر بالحلوة وبالمرة، عشنا ومصر العزيزة دائما معنا. سلامتكم. الشاعر الكويتي الجميل طلق نزارت، وقد ذكرني بالكلمة المنسوبة للإمام أبي حامد الغزالي الذي يقول: من لم يطربه الربيع وأزهاره ولا العود وأوتاره فإنه فاسد المزاج ليس له علاج. أطربتنا وأمتعتنا وشفيت نفوسنا من بعض مما تجد.